والله ولدي والده معاه دروك خمسة والله ما تعرف تلقى ميلا شنو فيها ياك صافي جيبي جيبي الصالير ديالي والله ما تعرفوا شحال فيه الله إلا كنت راجل ديال الدار وباغي نقوم داري كنقوم بها النهار الأول ما كنت هي عريوات وابقى أنت ويا عريوات عريوة هي اللي بغات هي تسوقك المرأة وليتي طوموبيل تسوقك المرأة عيب 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 أولدي عيب نقلب الحولي ونجيب الحولي اللي يرضي نفسي وترضي ولادي لا بحال اللي عندها اليتامى ما كاين اللي يقوم عليها حيت ما فيش ثقة يزيد عليها ولا داكشي توقف على شغلها ولا راجلها ما كاينش خارج على برا ولا داكشي الا مشات تقدا ماشي عيب لا بنت الجواد كتسوق كاع السوق ولكن الا كان راجل الا كان راجل هو يقوم بالواجب ديالو اما الا ما كانش راجل هي تقوم بالواجب ديالها لا تعطيك التعليمات وداكشي في الدار ما كاين حتى مشكل ما كاين حتى مانع تحكم فيك في الدار كيما بغات اما تخرج لا تجي معاك كيما الدار محكمه دايره لك الجنب بحال الشنقه ديال العود الزنقه دير لك اللي بغات الدار ديالها الدار ديالها الا عطاتك الماكله ما تقولها لحد ما تحرق لك الطاجين اولدي